speak is Saudi Arabia. شكرا السيد الرئيس. بداية نقدم الشكر الجزيل للمفوضة السامية على إحاطتها الشفوية عن أثر جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان، وقد أخذنا علما بالإرشادات مفوضة حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى ذات العلاقة بشأن التعاطي مع هذه الجائحة. السيد الرئيس، تؤكد حكومة بلادي على حق كل إنسان دون أي نوع من التمييز في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، ونشدد على أهمية حقوق الإنسان في تشكيل التصدي لهذه الجائحة، ونشيد بالدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة هذا الوباء واحتواء انتشاره. لقد اتخذت بلادي منذ بداية الأزمة على الصعيد الوطني حزمة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والتخفيف من معاناة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وهذه الإجراءات تعكس مدى اهتمام المملكة وتعاملها الإنساني والأخلاقي، وتقديم التسهيلات والرعاية وعدم تمييزها بين المواطنين والمقيمين وكذلك المخالفين لنظام الإقامة والعمل. السيد الرئيس، إن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة الـ20 تقود تحالفا دوليا بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا من أجل التوصل إلى تنسيق دولي للحد من انتشاره وتخفيف أثره على الإنسان والأعمال والاقتصاد وتحسين مستوى الجاهزية الدولية في المستقبل. وقد تعهدت بلادي بتقديم مبلغ 500 مليون دولار دعما للجهود الدولية لمكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره. شكرا. Thank you very much, Ambassador. And the next speaker.